السلام عليكم شباب، الله يعطيكم العافية. معكم أسامة غزال. في الفيديو السابق حكينا عن الـ Calculated Fields في الـ FireDAC. لما نيجي نسوي New Field كيف نسوي Calculated أو Internal Calculated أو Lookup، وشفنا الفرق بين الثلاثة Kinds من الـ Fields هذولي. الحلقة هاي بدنا نتحدث عن الـ Aggregate Field، الاجريجيت او الاجريجيتد فيلدز. خلينا نشوف شو وظيفة الاجريجيتد فيلدز. الاجريجيتد فيلدز هي عبارة عن فيلدز بتشبه الكالكوليتد او الانترنال كالكوليتد، بنحط فيها اكسبريشن، ولكن الاكسبريشنز اللي احنا بنتعامل معها فعليا اللي هي عبارة عن الكاونت او السم او المين المينيمم او الماكس الماكسيمم او الافريج. وهذه الروتين زي ما بنحكي يعني غالبا بتتعامل مع التحليل، ما بتتعامل مع نتيجة انه والله زي السيلز تاكس ضرب كذا يساوي كذا، لا بتيجي للتحليل بتحلل النتائج. خلينا نشوف كيف. احنا هلا في عنا هذا التيبل، في قلبه المواد، في قلبه كاتيجوريز، في قلبه اوريجنز، في قلبه سيل برايس. لو احنا بدنا نضيف هون فيلد نحط الافريج برايس مثلا لكل الكاتيجوريز اللي هي كاتيجوري الفيجيتابلز، ونفس الطريقه بدنا نيجي نحط الافريج برايس لكل الفروتس، او بدنا ندخل مستوى ثاني نيجي نحكي له الافريج برايس للفيجيتابلز اللي مصدرها لبنان، او افريج برايس اللي هي الخضار اللي مصدرها المحليه اللوكال او السوريه. ونفس الطريقه بدي انا الافريج برايس للفواكه اللي مصدرها فرنسي او اندونيسي او محلي او صومالي او امريكي، او انا بدي الافريج سيل برايس لكل بضاعتي بغض النظر وين منشأها وايش الكاتيجوري تبعها. خلينا نبدا ونشوف كيف بدنا نعمل. الان اول شيء بدنا نيجي على هذا التيبل، دبل كليك طلع لي اسماء الفيلدز، نيجي بنحكي له هون رايت كليك وبنعطيه نيو فيلد. خلينا نقول له افريج اي في جي برايس. الاي في جي برايس هذا بدنا نيجي نعطيه النوع تبعه اجريجيت، وهو لحاله اعطانا التايب اجريجيت، فاحنا يعني ما عملنا شيء ثاني، ما بنختار له هون فلوت او او او، خلص هو اجريجيت اوكي، وبنعطيه اوكي. لاحظوا وين طلع لنا، طلعنا تحت في الاسفل قسم لي اياها نصين، نص فوقاني للفيلدز الحقيقيه ونص تحتاني للاجريجيتد فيلدز، يعني كانه هاي الفيلدز وهميه او للتحليل تحليليه، مش زي الانترنال كالكوليتد او زي الكالكوليتد. اوكي بتختلف هاي شوي. طيب هلا هذا الافريج فيلد الافريج برايس، اول شيء بدنا نيجي نعطيه الاكسبريشن تبعته. شو الاكسبريشن تبعته؟ بدنا نيجي نعطيه مثلا الـ AVG، AVG برايس، تمام؟ الـ Average، آسف، AVG سيل برايس اسم الفيلد، اسم الفيلد سيل برايس، فإحنا بناخذ الـ Average تبع السيل برايس، أوكي؟ طيب الـ Average تبع السيل برايس هذا بدنا إياه لأي ليفل؟ جروب ليفل 0. شو معنات جروب ليفل 0؟ معناته على الاندكس الرئيسي او من اي غير اندكس اصلا، يعني افريج برايس لكل التيبل كاملا بغض النظر على ايش احنا مقسمين بدون جروبينج. بعدين بدنا نيجي نحكي له الاكتف ايكوال ترو، وبدنا نحكي له تحت الفيزبل ايكوال ترو. لاحظوا احنا شو الاساسي؟ الاساسي الاكسبريشن والاكتف ايكوال ترو والجروبينج ليفل و الفيزبل. مجرد ما انا عملت هذه الحركات فانا فعليا فعلت هذا الفيلد اللي هو الافريج برايس. اوكي شو كمان عندي؟ بدي ارجع للبرودكتس. هلا البرودكتس انا عندي البرايمري كي اللي هو الاندكس العادي، على البرايمري كي او من غير اندكس. خلينا نشوف شو الفرق بيناتهم وايش امتى لازم نستخدم الاندكس. نيجي للجريد نفسها، دبل كليك بنضيف له عمود جديد. هلا ايش العمود بدنا نسميه؟
لازم نحط له هون، ناخذ اول شيء الافريج برايس هذا، ناخذ له كوبي اسمه، وهذا العمود بدنا نحط الفيلد نيم تبعته، مش راح نلاقي الافريج برايس، ما راح يطلع معنا لان هذا اجريجيت فيلد مش فيلد عادي. اوكي، فاحنا بدنا نلصق الاسم مباشره. اوكي، وبدنا نيجي نعطيه الالاينمنت رايت. تمام، وهي اعطينا افريج برايس طلع لنا لحاله. زي ما حكينا احنا بنكتب الاسم بايدنا، مش راح يطلع لنا هون. اوكي، لانه هو مش وظيفته بالغالب يطلع هون، وظيفته انه احنا نطلع بالنتائج التحليليه. تمام، وهلا نيجي نسوي رن، نقول بسم الله. هلا مش راح يعطينا اي نتيجه، هنشوف ليش ما اعطانا ولا نتيجه. السبب انه لازم نروح على التيبل ونحكي له الاجريجيتد او اجريجيتد اجريجيتس اكتف ايكوال ترو، بدون ما نحط ترو مش راح تشتغل. فراح نسوي ران هلا ونشوف. ممتاز، هي اعطانا اياه. طيب حتى نسوي له فورمات بسيطه، نكبس هون وبنحكي له display format زيه زي اي فيلد اخر، نقربه مثلا ل 3 ديجيتس ونشوف. نسوي ران، اعطانا لكل شيء دينار و707. اوكي، يعني راح سوى لي الافرج لكل هاي الاسعار، طلع لي انا الافرج لسعر البيل عندي انا في المحل مثلا لكلهم انه سعر دينار و707. تمام، طيب احنا هلا بدنا نيجي نسوي افريج للكاتيجوري نيم، افريج للفروتس وافريج للفيجيتابلز. خلينا نشوف كيف. اول شيء بدنا نحدد شو طبيعه الافريج اللي بدنا اياه، بدنا مثلا بناء على الكاتيجوري اي دي. فاذا بدنا نروح على التيبل نفسه ونروح على الاندكس فيلد نيمز. هلا اذا كان في الداتابيز في اندكس جاهزه، اوكي، بنختارها اذا كانت اللي هي بتلبينا. اذا ما مش في شيء في اندكسز جاهزه، لا بنروح على الاندكس فيلد نيمز وبنكبس عليها وبنيجي بنحكي له انا بدي اجزئ بناء على الكاتيجوري اي دي او الكاتيجوري نيم او الاوريجن او او او، انا بدي اجزئ عن طريق الكاتيجوري اي دي، وبدنا نيجي نعطيه هيك ونعطيه اوكي. تمام، طيب نيجي كمان مره هون نفس الطريقه، رايت كليك نيو، بدنا نحكي له اي في جي اوريجين، او سوري كاتيجوري، اي في جي كاتيجوري نوعه اجريجيت، اي في جي كاتيجوري يعني انا بدي سعر الكاتيجوري البرايس، هاي الافريج، هاي الافريج كاتيجوري. هلا هون احنا في الافريج برايس لاحظوا حطينا الجروبينج ليفل 0. هلا حتى نختار الافريج للكاتيجوري بدنا نحط له الجروب ليفل 1، فراح ياخذ على اول اندكس. وبدنا نيجي نعطيه الاكسبريشن هون، مش الديفولت اكسبريشن، ها ما تخربطوا الاكسبريشن. اوكي، بدنا نيجي نحكي له اي في جي للسيل برايس، نفس المعادله بالضبط، نفس الاكسبريشن، نفس التعبير، هيو هذا هو نفس هذا. اوكي، ولكن هون احنا حطينا الجروبنج ليفل 0 معناته بدون اندكس، هون حطينا الجروبنج ليفل 1 معناته اخذنا اول جروب ليفل. اوكي، طيب برضه بدنا نحط له اكتف وبدنا نحط له فيزيبل، وخلينا نحط له ديسبلاي فورمات 0.000 ونيجي نقول بسم الله ونعطيه رن. ما حطينا، ما ضفنا، خلينا نضيف هون كولوم ونعطيه هون. ها مش راح يطلع لنا شباب، بنكتب له اي في جي كات، وهي بدنا نعطيه هون رايت جاستيفاي، وخلي التايتل برضه رايت جاستيفاي، وهون الرايت تايتل رايت جاستيفاي. اوكي ممتاز، هلا اعطانا معدل سعر الخضروات دينار و25 فلس، لاحظوا كلهم نفس المعدل اعطانا، يعني حيمسك هذا الارقام من هون لهات هون، يمسك سعرهم المعدل تبعه دينار و25 فلس. معدل سعر الفواكه
دينارين وأربعمية وسبعة وثمانين فلس، تمام؟ هذه معدلات الأسعار، مش زي هون. هون أعطانا معدل سعر كل البضاعة تبعتنا، الخضار والفواكه مع بعض. هون أعطاني معدل سعر الخضار، وهون أعطانا معدل سعر الفواكه. طيب لو أنا بدي أجي أخذ معدل سعر الخضار والفواكه بناء على المصدر، وين الأوريجين تبعه؟ خلينا نشوف كيف. نفس الطريقة، بدنا نيجي على التيبل وبدنا نروح على الاندكس وبدنا ندخل عليه. أعطينا إحنا أول واحد كاتيجوري اي دي، الثاني بنعطيه أوريجين، فبصير المبدأ الأول الاندكس الأول اللي هو معتمد عليه الكاتيجوري اي دي، والثاني معتمد على الأوريجين، وبنعطيه أوكي. وبنيجي هون كمان مرة وبنعطيه نيو فيلد، وبنعطيه افريج كات اوريجين، انه بناء على كاتيجوري زائد اوريجين. وهي بنسوي له كوبي عشان ما نخربطش بالاسم، وبنقول له اجريجيت، وبنعطيه اوكي. وهون بنعطيه اول شيء بنعطيه اكتف، ثاني شيء بنعطيه الديسبلاي فورمات 0.000، وبنعطيه الاكسبريشن اي في جي للسيل برايس. سيل برايس مظبوطه اوكي. والجروبنج ليفل صارت 2، الليفل الثالث ثاني مش الصفر ولا الواحد، الاثنين. والفيزبل بنعطيه اوكي ترو اوكي. بعدين هون بنضيف كمان فيلد بنسميه نفس الاسم، ها افريج كات اوريجين، خليه رايت. وهون الالاينمنت رايت. اوكي ونقول بسم الله، نكبر الشاشة شوي. شو اعطانا؟ ممتاز، اعطانا الافرج للكاتيجوري مع الاوريجن. اذا اعطانا هاي سعر الخضروات اللبنانية 85 قرش ما فيش غيرها، اذا اعطاني المعدل 85. طيب سعر الخضار المحلية، عندي هدول الخضار كلهم محلية، دينار وخمسة وسبعين ودينارين وخمسة وسبعين وخمسة وثلاثين، هدول معدلهم 97 قرش اوكي. طيب سعر الخضار السورية دينار لأنه فيش غيرها، ومعدل سعر الأمريكية دينار ونص. طيب نيجي للخضر للفواكه الأندونيسية، عندي 3.5 وعندي دينارين ونص، أعطاني معدلها 3، ملاحظين؟ معدلها 3، والفرنسية معدلها دينار و16، وعنا البلدية أو المحلية عنا 4 دنانير و3 دنانير، معدلهم قديش؟ 3.5، هي أعطانا 3.5. وهي الصومالية زي ما هي، وهي الأمريكية زي ما هي. إذا هيك عرفنا كيف نطلع معدلات أسعار بناء على ليفل إحنا بدنا إياه. أخذنا أول شيء من غير أي ليفل اللي هو لكل البضاعة تبعتنا، بعدين اعطيناه بناء على الكاتيجوري، بعدين اعطيناه بناء على الكاتيجوري زائد الاوريجين اوكي. طيب شو ضل عندنا كمان؟ لنفرض ان انا بدي اجي اسوي الكاونت، مثلا العدد قديش عدد الاصناف، بقدر انا ازيد هون كمان. بدنا نرجع لهون نعطيه نيو فيلد، نعطيه مثلا كاونت اوريجين، او خلينا نقول له كاتيجوري كاونت كات كاونت، ونوعه اجريجيت، نسوي له كوبي عشان ما نخربطش في السبيلنج. الكات كاونت بدنا اياه بناء على الجروب، وينه بدنا الجروب الاول اللي هو الكاتيجوري، ونعطيه ترو. والاكسبريشن بدنا نعطيه كاونت لحالها زي ما هي هيك، و شو ضل الالاينمنت خليها الصفر سنتر، وعندنا الفيزبل ايكوال ترو، جروب حطيناه واحد. خلص هيك خلص. نيجي لهون الجريد، نعطيه نيو ونسوي الفيلد نيم نفسه، ها كات كاونت، ونعطيه هون الالاينمنت سنتر
وهون الالاينمنت سنتر، قول بسم الله نسوي رن، نكبر الشاشة شوي. ممتاز، اعطانا الكاتيجوري كاونت الخضروات 8، هي 1 2 3 4 5 6 7 8، والفواكه 7، 1 2 3 4 5 6 7. اذا اخذنا الكاونت واخذنا الافريج، ونفس الطريقة بامكانك تحط مينيمم برايس وسيل برايس وماكسيمم برايس، او تقول له سم لكل البرايسز، انت يعني اللي بريحك واللي بلزمك بتحطه. طيب لسه ما خلصناش. لو انا بدي اخذ هاي النتائج كتقرير احطها مثلا هون في البليست بوكس، الموضوع ان شاء الله سهل. بنيجي بنحط له هون ليست بوكس، هاي ليست بوكس، خلينا نصغر هاي شوي هيك او نكبر هاي. اوكي، ونيجي نحط له هون كبسه اد كنترول هاي بوتون، نقول له هون جيت مثلا اجريجيتد فيلدز values. اوكي، ومن اللي هي يعطيك التالي، هون هلا بدنا احنا نقسم، بدنا نعطيه متغيرات var، بدنا نيجي نعطيه ايش مثلا الكاتيجوري اي دي، كات اي دي شو نوعه؟ انتجر. وبدنا نيجي نعطيه كمان مثلا اوريجين شو نوعه؟ string. بدنا نيجي نعطيه هون اول شيء اكات الاي دي يساوي ناقص واحد، وبدنا نعطيه الاوريجين يساوي سنجل كوتيشن. بعدين بدنا نيجي نعطيه هون اللي هي تي بي ال برودكتس دوت فيرست، بعدين while not tbl products dot end of file do begin end. وبدنا نيجي نعطيه هون tbl products dot next، وبدنا نشتغل هون. هلا بدنا نيجي نحكي له if cat id ما بتساوي ال tbl A products category id dot value، اذا اعمل لي التالي. بدنا نيجي نحكي له list box 1 dot items dot add. طيب خلينا نفهم شو بدنا نشتغل احنا شباب. انا هون عندي لما اجينا اشتغلنا هون انا في عندي هون كاتيجوريز، انا ما بدي اقعد اكرر هذه القيم كلها ورا بعض، ما بتلزمني، انا بلزمني بس قيمه واحده فقط، بس قيمه واحده. فانا بدي اشوف الكاتيجوري اي دي، اذا كان متغير مش زي اللي سابق له اذا اعطيني البرايس، مش متغير ما تعطينيش شيء، ضلك سوي لوب من اول لاخر، الاول ثاني ثالث رابع خامس، مجرد ما تغير اعطيني القيمه. اوكي، هذا اللي احنا بدنا نسويه. واللوب الثاني او نفس اللوب برضه بدنا نعطيه اللي هو اذا كان تغير الكاتيجوري اي دي زائد الاوريجن. اوكي، فاذا احنا اول وحده بدنا نعمله زي هيك، بدنا نحكي له هون تي بي ال برودكتس برودكت او كاتيجوري سوري كاتيجوري نيم دوت فاليو، بعدين نضيف له زائد خلينا هيك نسوي نزيح شوي، بدنا نحكي له هون average price is، بعدين نعطيه كمان زائد وننزل تحت. هلا هون بدنا نيجي نعطيه ال TBL products dot ag
فيلدز، شايفينها اج فيلدز. اي اج فيلدز احنا بدنا، 0 ولا 1 ولا 2 ولا ايش؟ خلينا نرجع لهون. احنا اول واحد كان الافريج برايس بشكل عام، اذا هذا كان الزيرو. احنا بدنا هذا اللي هو ال1 الافريج كات، تمام؟ فاذا بنيجي نعطيه هون رقم 1 الافريج كات دوت فاليو. طيب كات اي دي بدها تساوي تي بي ال برودكتس كاتيجوري اي دي دوت فاليو، عشان نغير القيمة بلاش تضلها ثابتة ناقص واحد. اوكي نيجي نسوي ران. هي اعطانا ايرور. ليش اعطانا ايرور؟ لانه احنا هون هذا فاريانت اللي هو وين راح، اللي هو هذا الاج فيلد الفاليو تبعته فاريانت، فهذا لازم نحوله لسترينج. فبنيجي بنحكي له هون اس فار 2 اس تي ار وبنحطه هيك، ولسه هيك ما عملنا احنا اي فورمات له. هلا بدنا نسوي له فورمات. هاي ممتاز، اعطانا الفيجيتابلز افريج برايس از دينار و25 والفروتس افريج برايس از دينارين. وهذا بدنا نيجي نعمله فورمات لهذا القيمه. هون نعطيه فورمات فلوت، اوكي، وهون سنجل سنجل فاصله، وهون 0.000. اوكي هذا الفورمات اللي احنا بدنا اياه. ونيجي وهون خلينا نحط كمان سبيس وهيلا. هاي ممتاز، سوينا فورمات له. اذا الفيجيتابلز افريج برايس از كذا والفروتس افريج برايس از كذا. طيب الشغله الثانيه اللي بنعملها هون بدنا نحكي له اف اوريجين لا يساوي تي بي ال برودكتس اوريجين دوت فاليو، ذن اوكي ذن بدنا ننسخ هذا نفسه، ولكن بدنا نضيف عليه. وهون بدنا نيجي نحكي له هون اوريجين بدها تساوي تي بي ال برودكتس اوريجين دوت فاليو. طيب اذا هون بدنا نيجي نحكي له الافريج برايس، نكتب له هون فور اوريجين تي بي ال برودكتس اوريجين دوت فاليو، بعدين نعطيه هون سبيس واز وبنعطيه الرقم. بس هون ما بنعطيه الاجريجيت فيلد واحد، لا هون بنعطيه الكات اوريجين هذه اللي هي 2، هي 0 1 2. اوكي الفيلد الثانيه 2. خلينا نسوي قبل هيك نكبر هذه ونعمل لها الانكورز ليفت ورايت عشان تكبر معنا، الويدث هون خلينا نقول له 1000. خلينا نسوي ران، بسم الله. اوكي هي ران ممتاز، اعطانا هي الافريج برايس للفيجيتابلز از دينار و25، افريج الفيجيتابلز افريج برايس فور اوريجين لبنان از 85، فيجيتابلز افريج برايس فور اوريجين لوكال از 97. فهيك فرزنا كل اوريجين لحال اذا انتم ملاحظين. بعدين نزل على الفروتس نفس الطريقه، اعطانا معدل سعر الفواكه، بعدين اعطانا معدل سعر لمنطقه منطقه بالنسبه للفواكه. هاي الاندونيسي 3 دنانير وهي اللوكال اللي هو البلدي او المحلي ب 3 دنانير ونص، واعطانا اياهم كلهم بهذه الطريقه. وبامكاننا كمان نزيد الكاونت برضه الكاتيجوري كاونت، يعني انا بامكاني هون احكي له هون اذا الكاتيجوري اختلف
begin end. هون نحكي له هيك الكاونت قديش الليفل تبعه 0 1 2 3 اوكي. فاذا هون بنيجي نعطيه الاولى بنعطيه الكاونت والثانيه خلينا نزيح هذولي كنترول شيفت اي 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 حتى يزيحوا من هناك. وهون نقول له اللي هو الكاتيجوري كاونت ما فيش داعي للفورمات بنجي نعطيه هون var to str وهذا الحكي بدناش اياه. وهون بنعطيه الاجريجيتد فيلد 3 اوكي كنترول اف 9 لوران. ممتاز هي اعطانا الفيجيتابلز كاونت 8 بعدين اعطانا الافريج برايس بعدين لكل منطقه بعدين الفروتس كاونت 7 الافريج برايس وبعدين لكل منطقه. هيك احنا عرفنا كيف نعمل اجريجيتد فيلد. اجريجيتد فيلدز اللي هي الفيلدز اللي بتاخد معادلات حسابيه مجاميع زي ما حكينا الكاونت والسم والمن والماكس والافريج اوكي تحليليه بتيجي. طيب لو احنا بدنا نيجي ننشئ هذا الفيلد هذول الفيلدز بدنا ننشئهم مانيوالي برمجيا باي كودينج خلينا نشوف كيف. هلا احنا بدنا هذا الفيلد مثلا الكات كاونت بدنا نشيله تمام وبدنا ننشئه يدويا وخلينا هون نحط عليه ريمارك هيك وينه هذا شيفت مع القوس هذا اوكي حتى ما يعطينا ايرور اوكي. بنيجي بنحكي له كالتالي هي كنترول اد بوتون والكابشن هون له اد اج فيلد اوكي اد اجريجيتد فيلد. بدنا نيجي نعمله هلا برمجيا خلينا نيجي نحكي له هون var fld نوعه t aggregated field اوكي. بعدين بدنا نيجي نحكي له هون هون بدنا نحكي له اللي هو التيبل tbl products dot close اول شيء لازم نسكره اوكي. بعدين نيجي نحكي له ال FLD يساوي T aggregated field dot create وين بدنا نعمل له create في ال TBL products بعدين نعطي FLD dot field name بده يساوي cat count اوكي هاي سميناه. بعدين بدنا نيجي نحكي له اللهم صل على محمد ال FLD dot expression بده يساوي count. بعدين بدنا نحكي له FLD dot group grouping level يساوي حكينا احنا اعتقد ثلاثة لا مش ثلاثة الجروبينج ليفل الجروبينج ليفل الاندكس 1 اللي هو على الكاتيجوري بس جروبينج ليفل 1 اوكي. شو ضل عندنا كمان بدنا نيجي نحكي له الاكتف اللي هو الاف ال دي دوت اكتف ايكوال ترو والاف ال دي دوت فيزيبل equal true. وشو ضل كمان وخلينا نقول له fld dot alignment يساوي ta center اوكي. وشو كمان ضل عنا شو ضل عنا بدنا نتأكد
انه البرودكت التي بي ال برودكتس دوت اجريجيتد اجريجيتس اكتيف ايكوال الترو. هاي ضروريه. هذا بحال اذا انا ما كانش عندي اجريجيتد فيلدز سابقه. بعدين بنيجي نحكي له تي بي ال برودكتس دوت اوبن. اوكي هيك عملناها برمجيا. ان شاء الله ما نكون نسينا اشي. طبعا بحال اذا انا مش ضايف الفيلدز هون، هدول الفيلدز مش مضيوفات، بدنا وقتها نسوي ابديت للفيلدز. اذا مش عارفين كيف، هاي بنعمل هون اي انتجر بدنا نيجي نحكي له هون تي بي ال برودكتس دوت فيلد ديف ديفس مظبوط دوت ابديتد ايكوال فولس. بعدين بدنا ننسخ نفسها، نقول له دوت ابديت، بعدين نحكي له فور اي بتساوي 0 2 اللي هي تي بي ال برودكتس دوت فيلد ديفس دوت كاونت ناقص 1. شو بده يسوي لنا؟ تي بي ال فيلد برودكتس سوري دوت فيلد ديفينيشن هذه للاي دوت كرييت فيلد، وبنحكي له هون سيل. اوكي بهاي الحاله احنا بنضيف الفيلدز اذا احنا ما كناش ضايفينهم اصلا. اوكي هاي حطوها بعين الاعتبار، وهي بدنا نسويها هيك ونسويها هيك هلا حاليا. If you are not add the fields. اوكي نيجي نسوي run. لسه ما خلصناش. بعد ما نخلص بدنا نضيف الكولوم او نربطه على الاقل، اللي هو الكولوم. هاي الكولوم كاونت بدنا نشيله، كول كاونت. بدنا نيجي نحكي له هون دي بي جريد دوت كولومز دوت اد هون with دو نحكي له فيلد نيم، بدنا نحط نفس الفيلد نيم هذا. اوكي ناسين اشي، ناسين اشي. الفيلد نيم اعطينا اياها والاكسبريشن اعطينا اياها. داتا سيت نسيناها، ال اف ال دي دوت الداتا سيت بدها تساوي اللي هي تي بي ال برودكتس، هاي نسيناها. بسم الله ممتاز. هاي طلع لنا الكاتيجوري فيلد، وهي حسب لنا كل شيء نفس الطريقه. وهون وقتها اللي هي بالليست بنقدر نحكي له كالتالي، هو الاجريجيتد فيلد 3 هاي ضفناها وهي ضفناها وهي طلع لنا الكاونت. تمام شباب. الدرس القادم باذن الله راح نيجي للاجريجيتد values مش aggregated fields، في فرق بيناتهم. ان شاء الله الدرس القادم ان شاء الله يكون شباب عجبكم الفيديو، وان شاء الله تكونوا تستفيدوا منه هذا الفيديو. ما تنسونا من اللايك ومن الشير، واذا مش مشتركين بالقناة اشتركوا، وتنسوش تفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم اشعارات باخر الفيديوهات احنا نزلناها. الله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.